انتم تسمعوا فيزو 73 حتى النص النهار. وصلنا معكم حتى نص النهار، مرحبا بكم الناس الكل. 8:37 دقيقة الاثنين 16 مارس 2020، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع. الوقت هذا اللي يحضر في بحضنا طبيب العائلة. طبيب العائلة، طبيب العائلة، طبيب العائلة. ويظهر لي الموضوع اللي باش نحكيو فيه هذا هو اللي قاعدين نعيشو فيه، الاكتواليتي نتاعنا، واللي هو الكورونا. هذاك علاش يحضر بحضنا مرة أخرى الدكتور علي الدين صحنور، رئيس نقابة الأطباء القطاع الخاص بسوسة وعضو بلجنة مجابهة الكوارث بياكودا. صباح الخير ومرحبا. مرحبا بيك ومرحبا بكافة المستمعين. مرحبا بيك دكتور. دونك اليوم نلقاو فما الناس معناها قاعدة خايف، الناس فما شكون ماهوش قاعد يحترم في القواعد، ماهوش قاعد يحترم في القرارات اللي قاعده تخرج فيهم البلديات والا رئيس الحكومه كاريمون. الفيروس ماشي وعمل ينتشر، الحالات ماشي وعمل تكثر اليوم في تونس. احنا ما نحبوش نخوفوا العباد، مي كوميم راهو لازمنا ناخذ احتياطاتنا. بالطبيعه لازمنا ناخذ احتياطاتنا، ويمكن ما نحكيوش برشا على ماناش قاعدين ننظروا، يعني ماناش باش نحكيو في التنظير، لانه عندنا مثال قالوا شعوب ودول عظمى استهترت بالفيروس هذايا، وهما الحالات جاتهم قبلنا نحن يمكن بأسبوعين، وما قاموش بالواجب متاع الوقاية الجماعية، يعني أنه الدولة الإيطالية كانت وخرت برشا باش تاخو إجراءات كما خلاتهم الدولة التونسية، والشعب الإيطالي قاعد يتصرف ولا تصرفك البريود ذيك في الوقت هذاك كما نسبة كبيرة من الشعب التونسي. يعني أنه إذا كان نواصلوا بالاستهتار اللي قاعدين نشوفوا فيه من ناس ما زالت قاعدة تعمل في الاجتماعات متاعها بطريقة عادية، بناس ما زالت تمشي للعروسات وما زالت ما عملتش معناها إجراءات باش تحمي الناس اللي مشي تجاهها، يعني أنه تعمل حرس في إطار ضيق، وفما ناس تمشي للأسواق الأسبوعية والأسواق الأسبوعية ما زالت تنصب، وناس ما هيش قاعدة تقوم بالإجراءات الحماية الذاتية، يعني أنه يبتعد على كل ما هو مناطق فيها زحمة، أنه ما يحافظش على بينه وبين زميله وإلا بينه وبين أي إنسان آخر مسافة على ما تقلش على مترو. ما زلنا نشوفه في ناس معناها يستهتروا، اجي لهنا نبوسك، سايب عليك قال كورونا. نشوفوا المثال الايطالي اللي هي دوله عظمى بامكانياتها، دوله عظمى بالتجهيزات نتاعها الطبيه، قاعده تشهد في كارثه ما شفتهاش من الحرب العالميه الثانيه. عدد وفيات البارح في ايطاليا يتجاوز 370 حاله وفاه من فيروس كورونا. فلذلك إذا كان ما نشوفوش المثال هذايا اللي نجم يطبق علينا إحنا في تونس بالإمكانيات اللي عنا، إمكانياتنا بسيطة برشا، إمكانياتنا بسيطة، عنا عزيمة الأطر الطبية والشبه الطبية، عنا ناس جنود توا عندهم أكثر من أسبوعين قاعدين يجابوا في الكورونا هذية ويجابوا في الخطر، عنا وزارة صحة قامت بخطة، خطة جريئة، ودولة خذات احتياطاتها. لكن هناك استهتار كبير وكبير جدا من طرفين. الطرف الأول هما الناس اللي جات من الخارج، ولا تونس استقبلتهم لأنه بلادها ماهيش باش طيشهم البرة، وطلبنا منهم باش يقعدوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوم. الناس هذوما اللي ما احترموش الحجر الصحي هذايا، أنا اليوم ما عنديش حتى صفة في الدولة، يمكن النجم نقول كطبيب وكمراقب الدولة يمكن ما تنجمش تقوله، أنا نقول من لم يحترم الحجر الصحي فهو إرهابي. خطير برشا الكلام، لأنه خطير، لأنه الإرهابي نجم يقتلك واحد اثنين. في كوريا فما واحدة ما احترمتش الحجر الصحي، مرضت 1336
شخص. معناها دكتور لهنا نرجع شوية على اللي تقال البارح حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نلقاو حسن الزرقوني يقول انه المدة الجاية نجمو معناها تونس توصل على 300,000 عدد الوفيات اذا كان ما نحترموش القواعد اللي حطتها الدولة، ما نحترموش القواعد اللي قاعدة تنص عليها وزارة الصحة، قواعد الوقاية، قواعد انه الانسان ياخذ احتياطاته من المرض هذايا. ويقولي الوقاية بسيطة برش، الوقاية اكثر من بسيطة، يلزم الناس تكون محتاطة. فما مقولة قالها وزير الصحة الصيني أنه جابهنا المرض عندما كل منه إنسان يعتبر روحه هو مريض في تعامله مع الناس، يعني أنه ياخذ سي ديستانس ويحمي غيره، وكل منه قدامك تعتبره أنه عنده المرض يعني تاخذ منه تي ديستانس وترد بالك. لكن الاختلاط والتجمعات مهما كانت فلذلك فما خطورة كبيرة، لأنه المرض هذايا لما يصيب الفرد وحده، لما يصيب الفرد وحده ينجم يكون ما فيهش خطورة، لكن الإشكالية أنه الوباء هذايا سريع الانتشار، وحاجة ثانية أنه ينجم يمرض عدد مهول من الناس في وقت واحد. يعني أنه وقت اللي ينتشر المرض وما ناخذوش الاحتياطات هذه، أنه ننظفوا إيدينا، أنه ديما نغسلوا إيدينا، أنه نبعدوا شوية على قدامنا، أنه إذا كان عندي علامات متاع برودة ولا كذا خويا نشد داري، أنه إنسان جاي من برا من مناطق موبوءة. وتوا نعطيكم علما، نحيطكم علما، أنه كل منه جاي من برا يعتبر بما أن هي ولات بانديمي، يعني كل منه جاي من برا يلزم يحترم هذا الشعب ويحترم ماليه ويحترم التوانسة ويقعد يشد داره 14 يوم ما يختلطش بالعباد، حتى لين يا خوي بعد 14 يوم ما ظهرتش حتى علامة بتاع المرض، يا خوي مرحبا بيك بنات. أما إذا كان أنت ما تزوجتش 14 يوم تنجم تكون حامل الفيروس، علاش مش تعدي غيرك؟ علاش مش تعدي أمك، خوك، جارك، ولاد حومتك اللي في القهوة اللي هما مش يمرضوا ولا هما مش يهزوا المرض لديارهم؟ رانا إحنا في تونس ما نجموش نجابهو ما هي قاعدة جابها في إيطاليا تو. وشوفوا في إيطاليا عدد الوفيات بالنسبة لي نحن إذا كان مش نستهتر وراه مش يكون مضاعف عدد الوفيات. بي دكتور باش نرجع شوية على ال 14 يوم وفترة الحجر الصحي لهنا، يقول لك مثلا الإنسان هذاك ما ظهرش عليا حتى علامة، ما عندي حتى مشاكل، نتنفس عادي، ما عنديش وجيع، ما عنديش كحان، ما عندي حتى علامة من الجمعة الأولانية، يقول لك لبس كان فما حاجة باش تظهر، كان فما حاجة معناها كان ما فماش هكا ما ظهر حتى شيء. احنا كيفاش نجموا نقنعوا العباد اليوم اللي راهو 14 يوم لازمين؟ الفيروس ساعتينا كيفاش هو يتفاعل في البدن اليوم باش يقعد أكل مدة متاع 14 يوم تقطع بينا الشك؟ كل من ندخل من البوابات متاع تونس برا جوا أو بحرا فسرنا له، وكانت فم الفرق متاع وزارة الصحة موجودة ومتاع وزارة النقل موجودة وحتى وزارة الداخلية فسروا لهم أنه الفيروس هذا في خطورته أنه ينجم يكون الإنسان حامل للفيروس من غير حتى علامة مرض، ينجم يكون حامل الفيروس والفيروس ما يظهر علامات المرض إلا بعد 7 أيام 8 أيام 10 أيام. فما حالات قصوى ووصلت أنه ظهر المرض بعد 21 يوم، لكن ما نجموش ناخذوا عليهم باش نحطوا الناس في حجر صحي 21 يوم. نعرفوا أنه أغلبية القصوى من الحالات تظهر بعد 14 يوم وهذه المشكلة متاعه الفيروس. الإنسان يبدأ حامل للفيروس وما عنده حتى علامات، ما يفيق بشيء، انهارت إلا مش يعمل علامات المرض، مش يكون هو ديجا اون كونتاكت، ديجا شاف نقولوا احنا 101 لانه خرج للقهوه ويكح، لانه كذا من بعد كي تزيد تاكل بعضها وقتها مش يكلم 190 لانه هو جاي من برا وعنده علامات مرض. وقتها يكون هو ديجا مرض ل 100 و201. احنا نقولوا لهم اقعدوا في الدار، حاولوا باش تنقص الماكسيموم حتى الكونتاكت مع افراد عائلتك القريبه. يعني انا فبدي جاي من ايطاليا ولا جاي من فرنسا زايد باش نمشي نطلع لامراه قول لها ميمتي نجيك بعد 14 يوم، هاني انا شاد دويرتي، واذا كان فما شكون ينجم يجيب لهم القضيه فهمني، وما يخرج الا للحاله الضروريه القصوى. ما كانش راهو مش يسمى يعتبر ارهاب في المرحله هذه، وحتى كي يخرج معناها حامل لي بافيت ولبس لي غون تاعو وما ويبعد على اي كونتاكت مع الحجر الصحي. الحجر الصحي يعني انه ما يخرجش، احنا قلنا للضروره القصوى. راهو اسمعني الناس، فما ناس توا موجودين في الجبال وجنودنا البواسل، وفما ناس موجودين توا
في وسط الشوارع من الأمن جابه الإرهاب. فما شكون قعد في الجبل من العراء أسابيع وأشهر وما قالش أح، لأنه جندي من جنود الوطن. إحنا نطلبوا منه باش يقعد في داره في الرفاهة باش يحل التلفزة ويقعد يتفرج على التلفزة، ما طلبناش منه أنه يمشي بيت برا، وما خذيناش إجراءات متاع دول فهمتني يمكن فيها ديكتاتورية كيما موجود في بعض الدول ألا تبقى أنك يعملوهم في بلايس معزولة ويهزوهم دون دي كون دو كونسنتراسيون. إحنا ما نقوموش بالشيء هذا لأن مولاد بلادنا، لكن نطلبوا منه بكل لطف أنه يطبق التعليمات باش ما تصيرش كارثة في البلاد. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية راهو إذا كان إحنا عنا 20 حالة، يعني أنه على حسب الاستاتيستيك في العالم الكل إذا كان عندك 20 حالة معناها 100% أنه عندك فما حالات أخرين أنت ما فقتش بيهم، ما فقتش بيهم لأنه ما عندهمش علامات المرض وينجم يكونوا يعديو من غير اللي عندهم علامات المرض. فلذلك إضافة إلى الحجر الصحي اللي يزم يتم 14 يوم على كل منه جاي من الخارج، وبالطبيعة الحجر الصحي على الناس اللي عندها مرض هذه حاجة طبيعية، طبيعية اللي يعرف روحه عنده المرض بالطبيعة ما يمشيش يحوس، هذه متفاهمين فيها. الحاجة الثانية هي الوعي الشعبي العام، لأنه أنا نعرف توا أن طونك إكسبير مثلا أن طونك أطباء نعرف وقت اللي نفيق بعشرين معناها عندي 30-40 معناها قاعدين يدوروا ما عندهمش علامات المرض. فلذلك أنا يلزمني نتوخى الحيطة والحذر بطريقة فردية كفرد. واضح. نعملوا تلتيحة صغيرة دكتور مع الموسيقى ونرجع نواصلوا من جديد في الموضوع متاعنا، واليوم نحكيه على فيروس الكورونا.